الوقت متأخر للغاية، ولكن هناك إضاءة في بعض نوافذ البيوت. دعنا نتعرف على سبب عدم نومهم في هذه البيوت. لقد تأخر الوقت، ولكن هالوكيتي نشطة للغاية ولا تريد النوم. قم باللعب معها، اضغط على الألعاب. هالوكيتي تريد أن ترسم، اضغط على الألبوم. لا تريد اللعب بعد الآن، ضع كل الألعاب في أماكنها. ابحث عن بيجامة هالو كيتي. رائع، أحلاما سعيدة هالو كيتي. يمكنك إطفاء الضوء الآن. اضغط على سحابة لرؤية الحلم. هالو كيتي لديها حلم سحري وممتع. اجمع النجوم وتغلب على العقبات. اضغط على الشاشة للقفز. اضغط مرتين للقفز الأعلى. نتيجة رائعة، في حال أعجبك اللعب اضغط على سحابة لرؤية الحلم. يا لها من مدينة ملاهي جميلة، دعونا نمرح. اضغط على سحابة لرؤية الحلم. تحب هالو كيتي الحلوى كثيرا لدرجة أنها تراها حتى في أحلامها. اضغط على زر الطعام الموجود على حافة النقل. اجعلها ممتعة. اجعلها ممتعة. قم بذلك. رائع، مضحك، رائع، نتيجة رائعة. اضغط على الوقت متأخر للغاية، ولكن هناك إضاءة في بعض نوافذ البيوت. دعنا نتعرف على سبب عدم نومهم في هذه البيوت. قبل الذهاب إلى الفراش، تحب ميمي أن تستحم. اختر ماذا تريد ميمي القيام أولا لنغتسل بالصابون. أعطي ميمي المنشفة. ابحث عن فرشاة الأسنان. أعطها معجون الأسنان. حان الوقت للاستحمام. أبعد ستارة الحمام. ضع الملابس المتسخة في السلة. املأ الحمام بالماء الساخن. ابحث عن الإسفنجة. والآن ضع بعضا من جل الاستحمام. اغسل ميمي بالإسفنجة.
اغسل الرغوة بالماء، اختر ماذا تريد من قم باللعب مع ميمي. ابحث عن المنشفة، حان الوقت لارتداء البيجاما والذهاب إلى الفراش. تصبح على خير يا ميمي، يمكنك إطفاء الضوء الآن. اضغط على السحابة لرؤية الحلم. تحلم ميمي بالنجوم والأبراج الساطعة، قم بتوصيل كل النجوم بالترتيب الصحيح. اضغط على سحابة لرؤية الحلم. الأحلام حول صناديق المفاجأة هي أكثر الأشياء المرغوبة. لنفتح الصندوق. اضغط على الصندوق. اضغط على الصندوق. اضغط على السحابة لرؤية الحلم. الوقت متأخر للغاية، ولكن هناك إضاءة في بعض النوافذ. تحتاج ماما إلى القيام بالكثير من الأشياء المهمة قبل الذهاب إلى الفراش. أولاً، القيام بخياطة الثقب في الملابس. قم بإيجاد الإبرة والخيط لماما. ابحث في الأدراج. قم بخياطة الرقعة للملابس. قم بتوصيل جميع النقاط بالترتيب الصحيح. الآن يجب غسل الملابس. اختر وضع الغسيل. اضبط وضع الغسيل الإضافي. قم بتشغيل الغسالة. دعونا نكوي الملابس المغسلة. اضغط على المكواة. حرك إصبعك على الملابس. الآن لنساعد ماما في الطبخ. أطفئ الضوء. ماما فقط إلى طهي الحلويات للشاي الصباح. اختر وصفة. أضف بعض الحليب. الآن البعض من السكر. استخدم البيض أكثر. استخدم الخلاط لخلط المكونات. أضف الطحين. استخدم الخلاط لخلط المكونات. اضغط على الثلاجة. أضع العجينة في الثلاجة. قم بتغيير المؤقت. اضغط على الثلاجة. والآن ضع كل شيء في الفرن.
جاهز. ضع كل شيء على الطبق. أطفئ الضوء. اضغط على السحابة لرؤية الحلم. غالبا ما تحلم ماما بالملابس العصرية، دعونا نختار لها بعض الملابس. اضغط على الأزرار مع الملابس للاختيار. عندما تكون جاهزا انقر فوق العلامة الخضراء. اضغط على السحابة لرؤية الحلم. حتى في أحلامها أمي تطبخ شيئاً لذيذاً لنساعدها في العثور على جميع المكونات. ابحث عن المكونات واضغط عليها. حسناً، أكمل. حسناً، أكمل. اضغط على السحابة لرؤية الوقت متأخر للغاية، ولكن هناك إضاءة في بابا متعب جدا، فقد عاد من العمل في افتح الباب لبابا. ساعد بابا حسنا، أكمل. حسنا، أعطي بابا نعلة. يحب بابا القراءة قبل النوم. بينما بابا يقرأ، دعنا نقوم بإعداد الشاي المسائي له. بابا سعيد، تصبح على خير يا بابا. أطفئ الضوء.
اضغط على السحابة لرؤية الحلم. إن أحلام بابا عن الفراشات تعود إلى طفولته. قم بإمساك الفراشات وتغلب على العقبات. اضغط على الشاشة للقفز. نتيجة رائعة. اضغط على السحابة لرؤية الحلم. بابا لديه حلم أنه رجل إطفاء شجاع. اختر مفتاحا للصنبور. لعبة جيدة.